السلام عليكم مشاهدينا الكرام. تقترب محافظة إدلب شمال غربي سوريا من حافة أزمة متعددة الجوانب مع تصاعد المخاوف من عدم قدرة القوى الإقليمية والدولية المتصارعة في سوريا على تفتيت عوامل أزمة تلوح في الأفق وسط إصرار روسي واضح على حسم الموقف في هذه المحافظة لصالح نظام الأسد الذي بدأ أخيرا بدق طبول حرب إعلامية ونفسية ربما تسبق تدخلا عسكريا واسع النطاق من شأنه خلط أوراق الأزمة السورية. وأدى الموقف في إدلب إلى تحركات سياسية واسعة لإنضاج تفاهمات نهائية مع حديث يتصاعد عن قرب توجيه ضربة عسكرية أمريكية للنظام ولمواقع إيرانية في سوريا. وبينما تعد تركيا أي تدخل عسكري في إدلب التي تحدها من الشمال كارثة تحاول أنقرة تجنبها، تضغط بالمقابل روسيا على تركيا لإنهاء ملف إدلب بأقصى سرعة ممكنة عشية قمة روسية تركية إيرانية ستعقد بعد أيام في إيران. إذا المشاهدين الكرام، عن معركة إدلب المقبلة، المصير والاتفاقات والحل السياسي والعسكري سيكون حديثنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حديث العرب بعنوان تحركات عسكرية ومشاورات أممية، هل اقتربت معركة إدلب؟ نرحب أولا بضيفنا في الاستوديو العميد الركن سيد أحمد الرحال خبير والمحلل العسكري السوري، مرحبا بك. مساء الخير، تحياتي لك ولكل مشاهدي الكرام. حياك الله. ونرحب أيضا بضيفنا عبر سكايب من اسطنبول السيد أسامة الملوحي رئيس هيئة الإنقاذ السورية، مرحبا بكم أستاذ أحمد. أستاذ أسامة عفوا. نعم، إذا مشاهدينا الكرام فلنتابع بدء تطورات المشهد في مدينة إدلب في سياق التقرير الآتي ثم نبدأ حديث العرب. حربهم ضد ما يصفونه بالإرهاب وبين معركتهم لتصفية الثورة السورية خيط يتغير سمكه وفق ما تقتضيه معادلات القوة دوليا وإقليميا، فحين تعلو الأصوات في العالم مساندة لحق الشعب السوري في الثورة ضد القمع والاستبداد يعلنها النظام وحلفاؤه حربا مقدسة ضد ما يصفونه بالإرهاب، وإذا خف الصوت تبعا لتغير المصالح إذا بهم يكشفون عن وجههم الحقيقي، فالهدف يتمثل باستعادة نظام الأسد سيطرته على المناطق التي فقدها طوال سنين من الثورة الشعبية ضده. ولأن محافظة إدلب تعد آخر المعاقل الرئيسية للمعارضة، فإنها بانتظار معركة فاصلة ربما بدأ العد التنازلي لها. إقليميا فإن تركيا تبذل جهودا حثيثة مع روسيا ومع الفصائل المسلحة في المحافظة من أجل تجنب المعركة أو الحد من أخطارها التي تهدد المدنيين الذين يبلغ عددهم في إدلب نحو 4 ملايين نسمة، الأمر الذي ينذر بنزوح مئات الآلاف. ولذا فقد حذر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو من كارثة كبرى في حال نشبة المعركة. أما روسيا فإنها تبدو منشغلة مع النظام في الإعداد للهجوم المرتقب على إدلب في الوقت الذي تحذر فيه من ضربة عسكرية أمريكية لقوات النظام قبيل بدء المعركة، بينما قالت واشنطن إن ثمة مؤشرات على أن قوات النظام تعد لهجوم كيميائي على إدلب محذرة من أنها لن تصمت حيال ذلك. غير أنه على الرغم من هذا التوتر والترقب بشأن إدلب إلا أن ثمة من يرى أن تلك المعركة المرتقبة ربما لن تقع، استنادا إلى الجهود التركية في توحيد جبهة المعارضة السورية ومحاولاتها إقناع هيئة تحرير الشام بحل نفسها وانضمام مقاتليها إلى باقي فصائل المعارضة تفويتا للفرصة على من يتربصون بالشعب السوري. فهل تنجح المساعي التركية في تجنب الحرب على إدلب؟ أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في حديث العرب. نرحب مجددا بضيفنا في استوديو العميد الركن أحمد الرحال الخبير والمحلل العسكري السوري. أستاذ أحمد، إذا قمة روسية تركية وإيرانية ستعقد بعد أيام في 7 من الشهر المقبل لإنضاج تفاهمات سياسية ربما تكون نهائية، هل بإمكان هذه القمة الثلاثية أن تبعد شبح الحرب عن سوريا؟ مساء الخير، تحياتي لك ولضيفك الكريم. مساء الخير لكل السادة المشاهدين. يعني نحن في واقع يقول أن المعركة قادمة إلى محالها، لكن الجدال اليوم حول حجم هذه المعركة. سمعنا ألكسندر لافرنتييف منذ ما يسمى أستانة 10 أو سوتشي عقدت مؤخرا، قال هناك عملية، أو قال ليست هناك عملية واسعة
بمعنى أن هناك عملية محدودة. أيضا لافروف كرر هذا الكلام، الجهود الدبلوماسية بدأت منذ حوالي أسبوعين تقريبا، يعني خلال الأسبوع الأخير كان لدينا زيارتين لوزير الدفاع ولرئيس الاستخبارات التركية، أيضا كانت هناك لقاءين ما بين وزراء الخارجية. أنا أعتقد أن الأمر اليوم في إدلب يتعدى موضوع إدلب، يعني اليوم هناك تداخلات في الملف الشمال المحرر، وجدنا هناك استدارة أمريكية جديدة إلى المنطقة، وبالتالي أيضا تحجم من دور الروسي في الشمال أو في سوريا بشكل كامل. لكن أنا أعتقد أن الواقع العسكري اليوم حجم التحشدات التي تحشد إن كان في جبهة الساحل أو في جورين أو في ريف حماة أو في مطار أبو دور، كلها تقول أن هناك معركة قادمة. قد تكون، وأنا هون أتحدث عن توقعات وتحاليل، التضحية بجزء مقابل حفاظ على الكل، ولمسنا هذا الكلام من بعض التصريحات من أنه قد يكون جسر الشغور وما تبقى من الساحل إن كان في الكبينة أو الغسانية وسهل الغاب، قد تكون هذه المنطقة كبش الفداء التي تقدم من أجل الحفاظ على ما تبقى. لكن تبقى هيئة تحرير الشام هي العقدة التي لم تحل بعد، وبالتالي أنا أعتقد أن الأمور لم تنتهي. قد تكون هناك حسم في القمة الثلاثية، لكن المعركة بكل الأحوال قادمة. بكل الأحوال المعركة قادمة. أستاذ أسامة الملوحي، هل تعتقد أن الضوء الأخضر للهجوم على إدلب أمره خارج الحدود في انتظار قمة طهران الثلاثية المرتقبة؟ طهران أو تبريز حتى الآن غير معلوم. نعم، بسم الله الرحمن، يعني بلا شك يريد الحسم العسكري، وخاصة في إدلب. من يعلم تفاصيل موقع إدلب كمحافظة والمنطقة المحررة المجاورة لها هي مواقع استراتيجية لا يمكن أن يتخلى عنها النظام، ولا يمكن للروس أن يقبلوا بوجود الأمر الواقع الذي فيه آلاف بل عشرات الآلاف من المقاتلين، أقول بين قوسين الأشداء، الذين رفضوا التسويات في سائر المناطق من حول دمشق وحتى في مناطق أخرى كثيرة وريف حمص الشبالي إلى ما هنالك. هؤلاء تجمعوا كلهم في إدلب، لذلك لا يمكن أن يفكر العدو بغير الحسم العسكري، هذا أمر مؤكد. وأمر مؤكد آخر أن مناطق الساحل المتبقية التي تحاذي إدلب التي ذكرها الأخ أحمد هي مناطق لا يمكن إلا أن يبدأ بها النظام، ولذلك شاهدنا اليوم أن هناك ضربات بالفسفوري لمدينة بدامة، وهي إداريا تابعة لإدلب ولكنها جغرافيا تابعة للساحل. لذلك العدو يفكر بالحسم العسكري، وعلينا نحن ليس كمحللين وإنما كثوار أن نفكر كيف نردع هذا العدو وأن نفعل شيئا قبل أن يقوم بهذا الهجوم. الأكيد تركيا طبعا في أي تفاهم ثلاثي منذ سنتين إلى اليوم لا نجد لها النفوذ المؤثر على الوحشين الروسي والإيراني، هي ثلث غير معطل تحاول أن تدفع الأذى عن الثورة السورية وعن المناطق المحررة، ولكنها لم تستطع ذلك. سيد أسامة، نعم، هناك ضغوطات، هناك الأكتب التركي، هناك حسابات كثيرة لدى الأفاق. نقول بالمجمل الثورة من عدمه، نعم، أحوال هناك أمر هام للغاية في قضية إدلب. العدو يفكر باستمرار ويحسب حسابات كثيرة جدا، لأن منطقة إدلب بعدها بعد إدلب لا يوجد مخرج سياسي ولا جغرافي للمقاتلين. طيب، لا يوجد مخرج جغرافي يستطيع أن يعني يدفعهم باتجاهه ليكون هناك يعني عدم استمرار في القتال. طيب، ونحن مؤكدون جميعا أن أي معركة يستمر فيها المقاتلون المجاهدون الثوار كل ما شئ يستمرون فيها في القتال حتى الرمق الأخير لن يكون للعدو فرصة له بالفوز، رغم وجود الضربات الروسية الجوية التي ستنال من المدنيين حصرا. ستنال من المدنيين حصرا. ولذلك نحن منذ أسابيع بل منذ أشهر نقول لكل المقاتلين اخرجوا من المدن، تحصنوا خارج المدن، لا تتركوا ذريعة للعدو ليضرب المدن وتكون هناك كوارث بعشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء. طيب،
أستاذ أحمد، يعني جلسة مجلس الأمن قبل يومين عقدت، لم تأتي حقيقة بالجديد سوى دعوة أعضاء المجلس إلى بذل كل ما يستطيعون لتجنب حدوث كارثة في إدلب والمناطق المحيطة بها وإنهاء التوتر العسكري. ما تعليقك على ما جاء في جلسة مجلس الأمن؟ هل ستغير شيء؟ يعني أول مجلس الأمن لم يعد يمارس الدور المناط به، أغلقته موسكو ب 12 فيتو ضد قرارات ما يخص الشعب السوري. مجلس الأمن اليوم تحول إلى ساحة للتباكي، ساحة لتبرير المواقف، غير فاعل، غير قادر على العمل. لذلك قلنا نحن منذ أكثر من عام أو عامين لم يعد مجلس الأمن هو الطريق الذي يمكن أن يساند أو يوقف إلى جانب الشعب السوري. طالما أن الفيتو الروسي موجود لن يكون هناك أي حل، حتى تشكيل اللجان أوقفتها موسكو، وبالتالي ما خرج عن موسكو أو عن مجلس الأمن من تصريحات هي لإسقاط الواجب عن تلك الدول التي يفترض بها أنها معنية بالأمن والسلم الدوليين، أن هناك قضية شعب تنتهك حقوقها، وقضية شعب جرم، قضية شعب قتل، شعب شرد وهجر خارج أرضه، وبالتالي كان يجب إنصافه. لكن أمام توازنات القوى ضمن مجلس الأمن واضح أن الفيتو قادر على إحباط كل الجهود، وبالتالي ما خرج. يعني الشيء الملفت كان في تلك الجلسة عندما تباكت موسكو على اعتقال ما يسمى بين هلالين لجان المصالحات، وهم عملاء، يعني التسمية الحقيقية لهم عملاء. هؤلاء الذين تدفع بهم موسكو كان نوع من الاختراق، ووجدنا بالجنوب ماذا حصل. وبالتالي نحن نقول على لهجة إخواننا العراقية عفية عمن ألقى القبض عليهم ودكهم في السجون، لأنه كما وصلنا من التحقيقات أنه كانت مناطلة ومهمة رفع آلام النظام مع بدء الأعمال القتالية إذا ما كان هناك هجوم على الشمال المحرر، محاولة تشكيل نوع من اللوبيات الضاغطة الأهلية على الفصائل لوقف القتال، وبالتالي تسليم المناطق للنظام. لذلك أقول مجلس الأمن ومعظم مؤسسات الأمم المتحدة لم تعد صالحة للعمل، وعلى الدول الفاعلة أو الدول التي تريد إنصاف الشعب السوري أن تبحث عن طريق آخر كما فعلوا في العراق أو في مكان آخر. لم يكن هناك مجلس الأمن أو لم يكن التدخل عن طريق مجلس الأمن. بالضبط، نعم. أستاذ أسامة، يعني دبلوماسيا ما زلنا نتحدث عن تحركات الدولية. ستيفان دي مستورا مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا دعا الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والأردن وألمانيا وفرنسا وحتى مصر، دعا هذه الدول إلى إجراء محادثات في جنيف الشهر المقبل، بينما تواصل المنظمة الدولية الدفع من أجل وضع دستور جديد لسوريا. ما أفق الحل السياسي قبل معركة إدلب وما بعدها؟ يعني أثناء تقريركم أو تعليقاتكم في البداية، في بداية التمهيد لهذه الحلقة، ذكرتم بأن الأمريكان يعني عادوا ويريدون يعني ربما أن يأخذوا الملف من الروس. في الحقيقة هذا الكلام إلى الآن لم يحصل ولا أظنه سيحصل، لأن الأمريكان فوضوا الروس، ولذلك الكلام عن جنيف، هذا الرجل يبدو يعني يريد أن يستمر يعني في مهمته كمبعوث، لأنه ليس له مهام على الإطلاق. كانت هناك جولات جنيف، وجولات جنيف كانت أصلاً مضحكة وكسب الوقت، كانت لكسب الوقت للنظام ولكل من مع النظام، وكانت مهزلة، يعني كان النظام يضحك فيها على المعارضة بين قوسين. على كل أحوال جولات جنيف يريد إنعاشها، جولات جنيف هو اعتاش منها. ديمستورا شغله الآن صفر، يريد إنعاش ما يسمى بجنيف. أتت روسيا واستحدثت الأستانة واستطاعت أن تجذب يعني من أسميهم الآن أنا الضفادع من الخارج ليحضروا في الأستانة وليسلموا أو ليكون من جراء الأستانات تسليم وسقوط مناطق محررة. في كل أستانة سقطت منطقة. على كل الأحوال هذه الأمور يعني سياسيا تحاول روسيا، وأنا أظن بطريقة هشة للغاية وبطريقة مفضوحة للغاية وبطريقة ليس فيها أي احتراف سياسي. يعني كل المفاوضات هي عبارة عن فوضات استسلام، إن كانت محلية على الأرض عن طريق لجان من يسمون أنفسهم برجان مصالحة، أو إن كانت في القاهرة أو إن كانت في الأستانة. سأسامة إن سمحت لي، يعني بعض المحللين أكد أن العمل العسكري الآن صعب تنفيذه في إدلب ما دام العمل السياسي أو الدبلوماسي مستمراً وبدأ يقترب من شبه وصاية تركية ستكون على إدلب مقابل حل جبهة النصرة، حتى لا تكون يعني ذريعة للروس والنظام بالتدخل العسكري. هل تتفق مع هذا الطرح؟
هذا السيناريو استبعده الحقيقة. لا يوجد شيء اسمه احتمال صفري او احتمال يعني مستبعد نهائيا، لكن احتمال ضعيف ان يكون هناك هذا الدور لتركيا. قلت لك لان موقع ادلب موقع استراتيجي يفوق الوصف، يفوق كل الوصف، يعني هو في قريب من خاصرة النظام وقريب من قلب سوريا كلها. الـ 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 الامر غير معقول ابدا ان يفكر العدو في غير الحسم العسكري. ولذلك كل ما يقال عن سيناريوهات هي ممكن أن تكون مؤقتة، وأقصد لأشهر فقط، إلى أن يجدوا ما يلي المخرج الجغرافي والسياسي للمقاتلين بين قوسين الأشداء الذين تجمعوا في إدلب. وهذا المخرج إلى الآن غير متحقق، مما يعني أن المقاتلين سيقاتلون حتى الرمق الأخير، وستكون سائر الميليشيات والنظام بالآلاف. نعم، الأيام الماضية شهدت حراكا سياسيا نشطا بين وزيري خارجية تركيا وروسيا، يعني بالذات روسيا وتركيا. هل ستؤدي هذه المباحثات إلى حل لمعضلة إدلب قبيل هذه المعركة، أم أن الأمر قد حسم، يعني كما تفضل أستاذ أسامة قبل قليل وقال ما هي إلا يعني مسألة وقت ومفاوضات غير مجدية والمعركة الدموية ستحصل؟ يعني دعنا ننطلق من نقطة أن كل مساعي الروس تنطلق وتهدف بالنهاية إلى السيطرة على الشمال المحرر. تركيا لديها موقف من هذا الموضوع وترفض. اليوم تركيا لديها موقع لدى روسيا أن الروس أو موسكو لا تستطيع التخلي عن أنقرة، والرئيس أردوغان قال إذا ما كان هناك عمل على الشمال المحرر فهذا يعني نصف كل ما تم تحقيقه في أستانا. روسيا لا تريد هذا الأمر، وبالتالي تبحث اليوم عن محاولة قيام بعمل عسكري لا يغضب أنقرة. لكن أيضا أنقرة مدانة ببعض النقاط. كيف لا يغضب أنقرة؟ يعني إذا حصل يعني أي... كما قلت في البداية التخلي عن جزء مقابل كل، السيطرة على جزء من الشمال المحرر مقابل ضمان سلامة البقية. لكن هذا الأمر أنا أعتقد أنه مرحلي، بمعنى أن الروس قد يقبلون اليوم بالسيطرة على جسر الشغور وسهل الغاب، لكن سنعود لنكتشف أنه يريدون محنبل وأورمجوز، ثم يريدون أريحة، ثم يريدون إدلب، ننتهي بحلب بالنهاية أو بالريف الشمال الغربي لمدينة حلب. إذن اليوم موسكو تحاول أن ألا تغضب أنقرة بمحاولات عسكرية، لكنها بالنهاية تريد السيطرة على كامل المنطقة. هذه نقطة. نقاط الضعف التركية كما قلت أنها سنة وأربع أشهر لم تستطع أن توجد حل لهي تحرير الشام. هي تحرير الشام يعني هي الثغرة أو هي الذريعة التي يقفز إليها إيران ويقفز إليها نظام الأسد وتقفز إليها روسيا من أجل انقضاض على المنطقة. لذلك طالبنا هي تحرير الشام ألا تبقي تلك الذريعة، رغم أن سحب هي تحرير الشام لن يوقف العمل العسكري، لكن تخفيف من الذرائع. يعني اليوم تتهم أن الكيميائي يحضر من قبل هي تحرير الشام وأنهم قاموا بتسليم تركستان. اليوم الخوذ البيضاء أصبحت أيضا إرهابية وتسلم شاحنتين إلى أحرار الشام في سراقب. إذن الذرائع موجودة، لكن هي تحرير الشام هي موصوفة بالإرهاب، هي محطوطة على القوائم الدولية. لذلك نشدناهم، لدينا 150 إلى 160 ألف في الشمال المحرر، 10,000 أو 12,000 أو 15,000 بهي تحرير الشام لن تغير من المعادلة السياسية ولا من المعادلة العسكرية. لدينا 12,000 شاب سوري ينضمون إلى هي تحرير الشام، نحن مسؤولين عنهم، يعودون إلى القتال، يشكلون فصيلة وحدهم. يبقى الغرباء العرب يتفضلوا يستريحوا ويشيلون هذه الزريعة. لكن للأسف الشديد يعني الجميع يبحث أنه هو المنقذ، هو المخلص. يعني بالنسبة لتركيا، عفوا أستاذ أحمد، ألا تعتقد أن تركيا لن ترد على أي عمل عسكري روسي إذا لم يتعارض مع أمنها القومي التركي؟ لا، علينا النظر إلى موضوع 12 نقطة روسية الموجودة كنقاط مراقبة ليست مهمتها قتالية، تتدخل فقط عندما تتعرض تلك القوة العسكرية التركية للخطر. لذلك قلنا لكل فصائل الداخل الضمانات التركية على العين والرأس، مثل يقولون نحن نتقبل الضمان، لكن هذه الضمانات ليست كفيل بوقف الأعمال القتالية. بمعنى أن الضامن للشمال المحرر هو سلاح الفصائل، الضامن هي الفصائل، الضامن هي
العمل العسكري. نعم. اليوم المعركة على الشمال المحرر ليست معركة على فصائل، هي معركة على 3.5 مليون سوري موجود. لذلك قلنا للجميع المعركة في الشمال غير معركة الغوطة، غير معركة الجنوب. كانت هناك خيارات، يعني كان أهل الغوطة يقاتل أو ينسحب إلى أدلب. نعم. الجنوب أيضا، الشمال لا يوجد مكان آخر، خيار وحيد هو خيار القتال. 3.5 مليون مدني و 100,000 مقاتل تقريبا، 3.5 مليون مدني موجودين في الشمال المحرر، بالإضافة عندي 150 إلى 160 ألف مقاتل. نعم. وبالتالي أنا أعتقد اليوم، وهذه دعوة شخصية وجهها، أن العمل العسكري يجب أن يبدأ من الفصائل. طيب. عدم انتظار النظام. النظام الآن يستعد ويحشد وينتظر الأمر السياسي من الخارج والقرار من الخارج. أنا أعتقد أن الفصائل الهجوم أفضل وسيلة للدفاع، وبالتالي اليوم الانطلاق قبل أن يستعد النظام. نعم. كما قلت في البداية، المعركة قائمة لا محالة، لكن الخلاف حول حجم هذه العملية. قبل أن نعود إلى أستاذ أسامة، مشاهدينا الكرام، فلنذهب إلى فاصل قصير ثم نواصل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام جديد في حديث العرب. أستاذ أسامة الملوحي، يعني وزير الدفاع الروسي قال إن قواته أجرت محادثات مع زعماء المعارضة المسلحة في إدلب السورية للتوصل إلى تسوية سلمية، بينما نفى ذلك زعماء المعارضة المسلحة. ما الغاية من هذا التصريح؟ هل الحرب النفسية والضغط النفسي على المعارضة المسلحة؟ يعني يجب أن لا ننكر أنه داخل المناطق المحررة هناك حملات للتثبيط وحملات يعني يعني جعل الفصائل ربما تترك الاستعداد للقتال وتخوض بهذه المخاضات الحقيقة التي هي كلها لصالح النظام. طبعا هذا التصريح ليس له أي موثوقية وليس له صحة، لأن وسائل التواصل الاجتماعي التي نحن يعني على صلة بها وهي بالعشرات في الحقيقة، نتصل ميدانيا بكل من على الأرض، وهذا الأمر منفي تماما. لكن نذكر مرة أخرى بأن هناك آلاف من الذين هم مع النظام منذ البداية، بعثيين سابقين ربما وضفادع، ويستعدون ويفعلون أكثر مما يتوقع أي أحد منا. يستعدون، هذا هو العامل الخطير في الحرب النفسية والحرب الإعلامية، وليس هناك عامل آخر. تصريح هذا وزير الدفاع الروسي ربما لم يسمع به أحد من قادة الفصائل أو من المقاتلين، لا يسمع، لكن داخل في المجالس، في المجالس هناك أمور يجب ضبطها فعلا، وهناك تجري كل الطبخات في الداخل. طيب بين أستاذ أسامة، نعم، بخصوص زيارة وزير دفاع إيران الذي التقى قادة ميليشيات تدعمها طهران في حلب، وأيضا الملحق العسكري الإيراني في دمشق نجاد قال إن مستشاري إيران العسكريين سيبقون في سوريا بناء على اتفاقية دفاعية وقعت الأسبوع الماضي بين طهران ودمشق. ما الرسائل التي أوصلتها إيران من توقيع اتفاقيات جديدة مع نظام الأسد؟ يعني هو هذا الأمر مهم جدا للتطمين، خاصة أن العنصر البشري يفتقده النظام، العنصر البشري الذي يقوم بالهجوم والاقتحام إذا بعد طبعا الغطاء الجوي الروسي هو إيراني وبميليشيات موالية لإيران. فإيران تثبت موقفها بأن العنصر البشري البري ما زالت هي تمسك به بالتنسيق طبعا مع روسيا، وهذا أمر مهم جدا يعني رفع معنويات من هم مع النظام، والذين هم مع النظام من السوريين
يعني قلة قليلة جدا ولا تملك أي روح قتالية على الإطلاق بعد أن انكشف كل شيء من دعاوى النظام ومن يعني الأمور غير المسبوقة التي فعلها النظام من بيع البلاد إلى روسيا وإلى إيران. على كل الأحوال إيران ما زالت موجودة ك يعني عنصر بشري بين قوسين رخيص تؤمن الميليشيات وتؤمن الأفراد الذين يقومون بالاقتحامات، والنظام يحاول أن يزيد من عدد بين قوسين قواته عن طريق التجنيد الإجباري ليمسك بالأرض. الإمساك بالأرض اليوم يحتاج إلى أكثر من 1,000,000 جندي. الإمساك بالأرض، الأرض ليست باردة، الأرض ساخنة في كل المناطق السورية، لذلك الإمساك بالأرض هي مشكلة أخرى للنظام ولكل فئات العدو. وأعود وأكرر أن هناك فرصة وربما فرصة استراتيجية للفصائل، كل الفصائل أن تسحب الذرائع تمام جيد، ليس فقط بأن تحل هيئة التحرير نفسها وتنخرط مع سائر الفصائل، وإنما أن يخرجوا من المدن، يتحصن خارج المدن، يقوموا بالمبادئة أن يبدأوا العدو بعمليات كر وفر غايتها إلحاق أكبر عدد ممكن من الخسائر بالأرواح. وهذا له علاقة بسؤالك، لأن إيران والميليشيات يؤلمها جدا أن يكون هناك تصدير للتوابيت للمرتزقة الذين أتوا إلى سوريا، فتصدير التوابيت إلى والأكفان إلى إيران وإلى الأماكن التي يخرج منها هؤلاء المرتزقة ويأتون إلى سوريا هذا أمر استراتيجي. طيب هذا أمر استراتيجي. نعم. العميد ركن سيد أحمد رحال، يعني أمير حاتمي وزير الدفاع الإيراني الذي زار إيران قال إنه حاول تمهيد الطريق للمرحلة المقبلة. نريد أن نفهم ماذا يقصد بالمرحلة المقبلة، هل يقصد انسحاب إيران كما تضغط واشنطن الآن لتنفيذ ذلك؟ يعني دعني أبدأ بنقطة حول التواصل وما قاله وزير الشويغو. أنا من تابعت هذا الأمر وتواصلنا مع أكثر من قائد بالداخل ومع قيادة الجبهة الوطنية ومع المنسق العام للفصائل، كل القادة قالوا أنهم لم يلتقوا ولم يعني يكون هناك أي لقاء مع الروس. بتدقيق الأمر أكثر تبين، يعني حتى نكون على بينة ونعرف، لأن الروس بيهمهم كثير عملية الاختراق إن كان من الجهة المدنية أو عبر العسكريين. تبين أن هناك شخصية روسية تتقن اللغة العربية التقت مع ممثلين وليس قادة للفصائل في 4 مواقع، في أنقرة ومرسين وأنطاكيا والريحانية، لكن لم يصلنا حول ماهية النتيجة، يعني هل توافقوا مع الروس أم رفضوا. نقطة ثانية، أن الذين التقوا معهم قد لا يكونوا ممثلين عن فصائل موجودة بالداخل أو ليست فصائل ذات وزن عسكري فاعل في الداخل، وبالتالي نعم اللقاءات تمت لكن مع ممثلين وليس مع قادة. طيب. هلأ بالنسبة للوزير حاتمي، أولا في نقطتين برزوا في الزيارة. النقطة الأولى أنه لم يستقبل من قبل وزير الدفاع الأسد عدي عبد الله أيوب، بل استقبل من نائب الوزير. النقطة الثانية أن زيارته إلى حلب لم يستقبله ضابط من ضباط الأسد، بل استقبل فقط من الحرس الثوري الإيراني، وبالتالي كان هناك واضح. أما ماهية الزيارة، الزيارة واضحة اليوم، إيران موضوعة على يعني المحرقة، موضوعة على المقصلة روسيا إسرائيليا أمريكيا وعربيا تقريبا، انه لا مكان لايران في سوريا، واشنطن عازمه على انهاء هذا الملف. و 90% من الحشدات الامريكيه اليوم والتحركات العسكريه هي من اجل هذا الامر. هل هذا ممكن؟ يعني العلاقه متجذره جدا بين النظامين الايراني والسوري حتى منذ ثمانينيات القرن الماضي. يعني اليوم طلع تصريح من وزير اسرائيلي يقول ان لم تخرج ايران من سوريا أو بصيغة أخرى، موسكو إن لم تخرج إيران من سوريا ستخرج هي وإيران، وإذا بشار الأسد بقي متمسكا بإيران هذا يعني نهاية حكم الأسد، وبالتالي كلام واضح. الحشود العسكري اليوم بالشمال السوري، السرب 727، 13 عربي محمولة، هذا يعني أن هناك صواريخ قادمة. اليوم هناك تدريب في التناف على صواريخ هيمرز من قبل مغاوير الثورة، وبالتالي هناك خطة لاقتطاع أو لسد الثغرة الموجودة ما بين التناف والبوكمال أي الكوريدور الإيراني. وبالتالي زيارة حاتمي إلى سوريا أتت بأمرين، الأمر الأول التجديد على بشار الأسد بعدم التماشي مع الخطة الروسية والتخلي عن إيران، الأمر الثاني الإيحاء
من أن إيران في سوريا ليست فقط للقتال وإنما للإعمار، وبالتالي وجدنا أنهم قاموا بعقد بعض الصفقات ومنها إعادة تأهيل جيش الأسد. إعادة تأهيل جيش الأسد أي بمعنى بناء الجيش الأسدي القادم بناء على الميليشيات الطائفية التي أوجدتها إيران في سوريا. أستاذ أسامة، بعض المصادر الإعلامية تحدثت عن صفقة لإخراج إيران من سوريا مقابل بقاء الأسد، هل من الممكن واقعيا على الأرض تنفيذ ذلك؟ يعني اسمح لي أن أقول كلام أنا أكدته مرارا، لأن هناك معلومات لدي يعني موثقة أن هناك تحالف بين واشنطن وبين إيران، علينا أن لا ننسى ذلك. الذراع البري لما يسمى بالتحالف ضد الإرهاب هي ذراع إيرانية، وكان جيش عراقي وكان حشد شعبي، وحتى الجزء الكردي من هذه الذراع أصبح باهتا خاصة بعد ما يعني تخلت أمريكا تقريبا عن مسعود البرزاني. لذلك دعونا لا نستعجل، بعيدا عن التصريحات هناك سماح أمريكي منذ 7 سنوات إلى اليوم لإيران أن تكون في سوريا وأن يكون هذا التمدد الإيراني كله بهذا الشكل، وأمريكا يعني تراقب المناطق السورية شبر شبر. لذلك دعونا لا نستعجل ونقول بأنه والله أمريكا تريد إخراج إيران من سوريا. أمريكا تبتز الخليج وتقوم بتصريحات كثيرة وبأفعال قليلة ضد إيران، حتى العقوبات التي فرضت ضد إيران أتت المنظومة أو المجموعة الأوروبية، سحبت الشركات الكبيرة وأبقت المتوسطة التي أخذت أعمال الشركات الكبيرة، وكان هناك عبارة عن منفذ للخروج من العقوبات الأمريكية ضد إيران. على كل الكلام يطول، ولكن لو أرادت واشنطن فعلا أن تحجم إيران لحجمتها على الأقل منذ سنة أو سنتين. بشار الأسد سيسقط من غير إيران لسببين، لأمرين: أولا العنصر البشري الذي ما زال يحتاجه وسيحتاجه إلى 10 سنوات لاحقة إذا بقي في السلطة، ولن يبقى بإذن الله. الأمر الآخر الأمر المالي، من الذي دعم بشار الأسد؟ بشار الأسد اليوم إيران يعني تطلب بشار الأسد بالعراقي تطلبه أكثر من 500 مليار دولار. وهذا أنا مقال كتبته بالتفصيل، وفي البرلمان الإيراني كل شهر وشهرين يخرج نائب ليقول علينا باسترداد أموالنا من بشار الأسد، وعلينا أن نأخذ يعني العقارات وأن نأخذ. لذلك إيران من غير إيران يسقط بشار الأسد، يسقط تماما. الغطاء الروسي غطاء جوي على الأرض، لا تكفي القوات الروسية الموجودة إلا لإدارة العمليات والإشراف عليها. لذلك علينا أن لا نستعجل في هذا الشأن. إيران ما زالت موجودة وقابلة للتطويع، بمعنى إذا أرادت واشنطن أن تقلم أظافرها فإنها تستجيب فورا، لديها سياسة التقية، أن تقلل عدد القوات، أن تبتعد عن المناطق الجنوبية الغربية الموازية أو المحاذية لفلسطين المحتلة. نعم كل ذلك نعم، لكن لا تعتقد أن هناك حرب حقيقية بين أمريكا وإيران. على العموم وزير الدفاع الأمريكي أستاذ أحمد ماتس قال يعني لابد أن لا يكون هناك أي دور لبشار الأسد في أي عمل سياسي مقبل، ولكن يبدو أن هناك حتى الآن لا يوجد أي توافق روسي أمريكي بشأن هذا الموضوع، يعني هناك لقاءات عديدة عقدت بشأن هذا الموضوع. الموقف الروسي أنا أعتقد لو لم يتغير منذ عام 2011، أنا أذكر في لقاء أول لقاء كان ما بين المجلس الوطني ووزارة الخارجية الروسية، وكان الدكتور برهان غليون، قيل من قبل وزير الخارجية هل أنتم موافقون على ما يحصل في سوريا؟ فأجاب الدكتور برهان غليون نعم نحن نمثل هذا الشعب. فرد لافروف بكلمتين واستمر الاجتماع لمدة 4 دقائق. إذن انتظروا أنهارا من الدماء. كلام بوتين ولافروف قالوا لن نسمح للسنة بالوصول إلى الحكم. إذن الموقف الروسي لم يتغير أبدا حتى الآن. الولايات المتحدة الأمريكية تزبزب الموقف، في البداية أعطتنا موقف من أنها داعمة للقضية السورية وأيام ليرحل الأسد، واكتشفنا من أن كل هذا الكلام هو كذب وخداع، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تدير الملف في السوري لكنها لا تبحث عن حل. هلأ المرحلة الأخيرة وجدنا تغير. يعني اللقاء الذي تم ما بين وزير الخارجية بومبيو وديمستورا أضاع أو نسف كل ما تحدث به الروس. قال لا عودة لاجئين دون بيئة آمنة ولا إعادة أعمار دون حل سياسي واضح. ويستند إلى قرارات مجلس الأمن. ما قال وزير الدفاع، وهنا نقطة غاية في الأهمية، وزير الدفاع ضمن الساسي الأمريكيين
يحظى بالاهتمام، يحظى بالاحترام من قبل الكونغرس، من قبل مجلس الشيوخ، ومن قبل الإدارة الأمريكية والمؤسسات الأمريكية، أنه رجل عقلاني. وبالتالي عندما يقول ماتيس أن مستقبل سوريا بقرارات مجلس الأمن، بهيئة حكم انتقالي وحكومة وطنية لا مكان فيها لبشار الأسد أو لا مكان لبشار الأسد في مستقبل سوريا، هذا يعني أن هناك تغير في السياسة الأمريكية. لذلك نجد اليوم، وأنا تابعت اليوم اللقاء الصحفي ما بين وليد المعلم ولافروف، هناك قلق واضح على وجه لافروف، هناك قلق واضح على وجه وزير خارجية الأسد. وبالتالي اليوم الإدارة الأمريكية تريد أن تقول أن هذا العبس الروسي وهذا المحاولات، تلك المحاولات الروسية لن تجزي نفعا. بالنهاية الحل بيد المجتمع الدولي، كل أستانة غير معترف عليه، جنيف يجب أن يعود لها الحل، لكن ليس كما كانت. يعني كانت جنيف عبارة عن جولات إعلامية، مهمة بشار الجعفري في نهاية كل محادثات تصفير العداد والعودة إلى دمشق. أنا أعتقد اليوم علينا أن ننتظر، وأنا أؤكد على كلام الدكتور أسامة، سواء بالموقف من إيران، سواء بالموقف من جنيف، سواء بالتغيرات الأمريكية، علينا أن ننتظر أسابيع. ملف إدلب أعتقد طريقة إدارة أو إنهاء إخراج ملف إدلب يعطينا صورة، لكن أنا أعتقد أن هناك استدارة أمريكية حقيقية. كعسكري أتحدث عن حجم القوى التي دخلت إلى الشمال السوري، نوعية الأسلحة التي دخلت، نوعية الأسلحة التي أرسلت المتوسط، بغض النظر عن الأسلحة الروسية، لأن كل الأسلحة الروسية، لأن هناك مناورات روسية أيضاً، ستكون هناك مناورات، وستكون هناك حوالي 25 سفينة روسية. وأنا أقول كعسكري، كل ما تملك روسيا في سوريا قادرة إسرائيل مفردة على تدميره خلال 48 ساعة. هناك إذن صراع أمريكي روسي أستاذ أسامة، ولكن بحسب مصادر إعلامية قبيل معركة إدلب المرتقبة يشهد مطار حماة العسكري حالة استنفار كبيرة بنقل العديد من طائراته الحربية والمروحية لمطارات أخرى في دمشق وحمص وحلب واللاذقية. ما أسباب إخلاء نظام الأسد مطار حماة العسكري بحسب رأيك؟ أستاذ أسامة هل أنت معنا؟ نعم أسمعك. نعم تفضل. نعم سمعت السؤال أستاذ أسامة؟ نعم سمعت. نعم تفضل. يعني صوتك الله يحفظك. العسكرية على مطار حماة وغير مطار حماة، لطالما مثل ذلك تحملها بسهولة هذه التنقلات العسكرية والتحشدات، وهذه أمور تخص النظام. هو بلا شك يستعد للمعركة العسكرية الروسية، يجب أن يعني أن نكون بأوامر روسية تمام. أخشى ما أخشاه الحقيقة في الأسابيع القادمة هو أن تقبل تركيا تحت الضغط، تحت نعم. إذن هناك مشكلة سنحاول يعني إصلاحها. ما وراء الاتهامات الأمريكية أستاذ أحمد، الاتهامات العفوا الروسية لأمريكا وبريطانيا و فرنسا بالتحضير لضربات عسكرية إذا استخدمت قوات الأسد الأسلحة الكيميائية؟ يعني هناك سيناريو أصبحنا نعرفه جميعا، وجدناه في خان شيخون، وجدناه في الغوطة، ولدينا يعني سجل في الأسلحة الكيماوية 213 استخدام الأسلحة الكيماوية قبل نظام الأسد. وبالتالي نظام الأسد هناك من يسأل، طالما أن الحسم العسكري صالح النظام، لماذا يقوم باستخدام الأسلحة الكيماوية؟ يعني في الغوطة كانت المعركة شبه منتهية، لكن عملية الاستنزاف، يعني لو لم يستخدم نظام الأسد الأسلحة الكيماوية في الغوطة لم تدت معركة شهرين نحو الأمام. في خان شيخون أيضا نفس الشيء، هو يمارس سياسة الرعب، سياسة الصدمة. اليوم هناك تحضيرات، وهناك تم رصد، والمعارضة السورية استطاعت من التقاط بعض الاتصالات ولديها عيون بالداخل، من أنه جرى إخراج 4 شاحنات من قبل في اللواء 155 وتم إيصاله إلى حماس، ثم توزعت على 4 مناطق. بالتأكيد عندما المعارضة السورية تكشف هذا الأمر، هذا الأمر كشف بالنسبة للغرب، كشف بالنسبة لفرنسا، لبريطانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، لديها عيون ولديها أقمار صناعية ولديها أجهزة أكثر على الكشف. هذا الأمر حرك المجتمع الغربي، وبالتالي روسيا اليوم استبقت هذا الأمر بالسيناريو أصبحنا نعرفه، أن هناك شاحنتين قامت هي تحرير الشام
طبعا شاحنتين اسلحه كيماويه بتسليمهم الى تركستان وتم نقلهم الى جسر الشغور. فيما بعد الخوز البيضاء قامت بتسليم شاحنتين الى احرار الشام وتم تسليمهم او تخزينهم في سراقب. أنا أفهم من هذا الكلام ان هناك استخدام اسلحه كيماويه للنظام في سراقب، وان هناك استخدام اسلحه كيماويه في جسر الشغور، وان الهجوم سيكون من سراقب ومن جسر الشغور. وبالتالي اليوم الحشد الغربي كي يعطي انذار اننا نرى ما تفعلون، اننا نشاهد هذه الاجراءات، اننا نعرف ما تتحركون به. يعني الولايات المتحده الامريكيه تعرف كل تحركات النظام، لكن الملفت الامر اليوم باخلاء مطار حماة ومن قبلها اخليت مدرسه المجنزرات. يعني ما الفائده من ضربات بعد ان يتم ابلاغهم؟ يعني اقصر زمن ابلغوا في مطار الشعيرات 6 ساعات. ست ساعات يعني اخلاء المطار، اخلاء الطيارين، اخلاء الاجهزه، اخلاء كل شيء. وبالتالي الضربات الغربيه سواء كانت ثلاثيه او الضرب المفرد الامريكيه هي ضربات اعلاميه، بدليل ان مطار الشعيرات بعد 48 ساعه اقلع الطائرات وعادت لتقصفنا. وبالتالي انا اعتقد ان هذه طريقه التعامل هذه مع نظام الاسد ليست طريقه حقيقيه. اذا ما ارادوا توجيه ضربات حقيقيه مؤلمه يجب ان تكون مفاجئه، ويجب ان تضرب يعني عناصر فاعله في جسم هذا النظام كي تعود بالدفع على المجتمع الدولي وعلى الشعب السوري. الآن أستاذ أسامة، تهديدات الغرب بضربة عسكرية إذا استخدمت الأسلحة الكيميائية، هل ستمنع هذه الضربات العسكرية الأمريكية البريطانية الفرنسية ستمنع معركة إدلب؟ لا أبدا، لا أبدا، بالعكس بالعكس. التصريحات الأمريكية يفهم منها هي ضوء أخضر للنظام ومن معه ليقوموا بعملية عسكرية ضد إدلب. ومستشار أمن القومي قال منذ أسبوع أنه عليه أن لا يستخدم الكيميائي والجرثومي، وعليه أن يقوم بعمل عسكري. هكذا الأمور. وقضية ضربات الخلبية هذه الإعلامية أصبحت مفضوحة مرتين وهذه الثالثة. هناك أمر مهم جدا كنت أتحدث عنه وهو أمر خطير، أعتقد أنه هناك ضغط أعتقد على تركيا بأن تقبل أن يكون المخرج الجغرافي والسياسي للمقاتلين الذين هم في إدلب هو الخروج إلى مناطق درع الفرات ومناطق عفرين. وهذا الأمر أعتقد أن إيران وروسيا تضغطان بهذا الاتجاه. هذا المخرج في الحقيقة، هذا السيناريو خطير للغاية، يجعل معركة إدلب يعني ترجح إلى حد ما لصالح النظام، لأن وجود هذا المخرج مع وجود التآمر في الداخل من تسويات كما حصل في المناطق الأخرى يجعل روح القتال تضعف، ويجعل أن هناك يعني أمر بديل للمقاتل أن لا يقاتل حتى رمق الأخير. الآن أستاذ أسامة، يعني الآن إدلب هي العقدة والمفتاح في الوقت نفسه كما يبدو للحل السياسي في سوريا، ألا تعتقد أن معركة إدلب السياسية أصعب من المعركة العسكرية؟ لا يوجد عملية سياسية تخص إدلب، قلت لك هي عبارة عن تحركات روسية من أجل استسلام فقط، استسلام الفصائل والمدنيين. هناك أمر مهم جدا يجب علينا أن نذكره بعجالة، أنه موضوع بقاء بشار الأسد الآن في سوريا هو أمر سيجعل التبعات الهائلة في رقبة هذا القزم، بمعنى تبعات مالية تجاوز 1500 مليار دولار يجب أن يوفرها من أجل الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي. الأمر الآخر فرض الأمن في سائر سوريا بوجود أكثر من 10 ملايين قطعة سلاح أمر شبه مستحيل. فقدان الأمن، فقدان الاقتصاد سيجعل من بشار الأسد يعني ينهار بشكل قطعي خلال سنة أو سنتين. نعم أستاذ أحمد، في آخر 3 دقائق أو دقيقتين ونصف، هل ستغير معركة إدلب المرتقبة التفاهمات العسكرية والسياسية الدولية؟ يعني أنا أعتقد أن إدلب أصبحت على محك دولي من أن أنهاء الوضع المعارض أو الحراك المسلح 3.5 مليون سوري موجود إذا ما كانت هناك معركة. أنا أعتقد أنه قد تكون تغيرات إيجابية وليست سلبية. يعني اليوم كانت هناك بعض القوى، بعض الأصدقاء يفرضون على الشمال المحرر عملية تقييد حركة، تقييد سلاح، تقييد عمليات عسكرية. ماذا اليوم لو تحول الدفاع إلى هجوم؟ يعني لدينا 160,000 مقاتل، ولدي معطيات من أن هناك قد يكون دعم ودعم نوعي لفصائل الشمال. لماذا لا يتحول الدفاع إلى هجوم؟ لماذا لا نجد بكرة المعركة؟
التي تفتح في جسر الشغور تنتهي في سلمة وفي ربيعة، والمعارك التي تفتح في جبل شحشبو تنتهي برحبة خطاب وجبل زين العابدين، تفتح جبهات جديدة والجبهات التي تفتح في سراقب تنتهي بجبل سنجار. وبالتالي أنا أعتقد سيغير الموقف هذا، قد تكون معارك إيجابية وقد تغير المعارك باتجاه أفضل، باتجاه جغرافي أفضل. أنا أتوقع هذا الأمر ولا أستغربه، لدينا أبطال في الشمال، لدينا مقاتلين أشداء، وبالتالي كل الاحتمالات موجودة، وبالتالي التغير بالخطط السياسية قد تكون لصالح الثورة وليس ضدها. أشكرك شكرا جزيلا سيد العميد الركن أحمد الرحال الخبير والمحلل العسكري السياسي السوري، وأشكر أيضا عبر سكايب من اسطنبول سيد أسامة الملوحي دكتور أسامة رئيس هيئة الإنقاذ السورية، شكرا لك دكتور، حياك الله، وشكرا لكم مشاهدين الكرام في كل مكان، إلى اللقاء.